خطرا كبيرا على البيئة بشكل عام وعلى الإنسان. فقد كشفت جمعية بيئية أوروبية عن تزايد استهلاك المنتجات البلاستيكية ووصولها لأعلى معدل لها العام الماضي. أشارت الجمعية في دراسة لها إلى أن البيئة أصبحت تحت تهديد هذه المنتجات. رغم الحرب العالمية التي تشنها كثير من الدول على الأكياس والمنتجات البلاستيكية، إلا أنها ما زالت هي الوسيلة الأكثر شيوعا واستخداما في العالم، كما أنها العدو الأول للكائنات الحية. جمعية البلاستيك الأوروبية دقت ناقوس الخطر بخصوص هذه المشكلة، مشيرة إلى أنها في ازدياد كبير، حيث يرتبط نموها مع ازدهار الاقتصاد والأعمال التجارية. وقالت الجمعية في دراسة لها إن هناك ارتفاعا مضطردا في إنتاج البلاستيك بنسبة 3.9% العام الماضي، كما ارتفع الإنتاج خلال الفترة من 2006 إلى 2016 من 245 مليون طن إلى 348 مليون طن. الجمعية قالت إن الصين هي المستهلك الأكبر للبلاستيك، إذ تحتفظ ب 30% من حصة السوق العالمي بعد أن كانت 15% فقط قبل عقد من الزمن. من جهة أخرى، بدأت الكثير من الشركات المصنعة للبلاستيك في أوروبا والولايات المتحدة واليابان في تقليص حصتها السوقية من إنتاج البلاستيك، والبعض الآخر بدأ في تطوير ما يسمى بالبلاستيك البوليميري المستخدم في البناء وصناعة السيارات والصناعات الطبية كأمل أخير للمحاولة على الحفاظ على البيئة وتوعية الأفراد تجاه أهمية استخدام البدائل المناسبة. معنا من بيروت الخبير البيئي زياد أبيشاكر. صباح الخير زياد. يعني أضرار البلاستيك على البيئة وعلى صحة الإنسان لا تحصى ولا تعد، وتحذيرات كثيرة من مخاطر المخلفات البلاستيكية. هل لك أن تحدثنا قليلا عن هذه المخاطر؟ أهلا، صباح الخير. أول شيء صباح النور. للأسف يعني اليوم موضوع البلاستيك انترك يهمل موضوع إدارته كمورد مش نفايات، إلى النقطة يلي وصلنا لها اليوم يلي هو موجود بكل الوديان بكل الغابات وبكل المحيطات والبحور. بحب ركز إنه البلاستيك هي مادة جدا مفيدة لنشتغل فيها، وهي ساهمت كتير بتطور المجتمع وتطور التعليب وتقنيات التعليب. اليوم يلي لازم ينعمل هو فرض ضريبة تحت مبدأ الملوث يدفع، والملوث هون هو منتج هالمواد البلاستيكية. لازم ينفرض ضريبة على هالمواد الأولية البلاستيكية، ويتاخد جزء من هالمصاري هيدا وتنوضع بصناديق لتشجيع التدوير. يعني اليوم لما نخلق حافز للمستهلك وحتى للصناعات الصغيرة إن تلم أكبر عدد ممكن من أكياس النايلون وتعيد تدويرها، بعتقد رح منشوف نتيجة كتير مشرفة من ناحية التلوث اللي عم نشوفه هلأ. طيب يعني أنا أذكر بأنك انضميت إلينا منذ فترة أستاذ زياد، وتحدثنا وتوسعنا أكثر بتجربة سابقة لك تتعلق بإعادة التدوير اليوم واستخدام النفايات بشكل عام، ليس فقط البلاستيك اليوم. نعم. وين المشكلة؟ المشكلة نعم. بالوعي بمصانع البلاستيك. اليوم نحن في عالمنا العربي تدخل وتتسوق ويعني يناولك البائع كيس البلاستيك مجانا، ولكن في الدول الأوروبية يسألك أولا إن كنت تريد كيس بلاستيك، ثانيا إن قلت نعم تدفع مبلغ مالي ولو كان بسيط سعره، ويعني وإن قلت لا يعطيك كيس ورقي. اليوم هذا مش موجود. المشكلة مشكلة ثقافية يا أستاذ زياد، وهل تتفق معي بأن الموضوع موضوع منظومة مؤسسية في الدولة، ولا نتحدث لربما عن شيء بسيط فقط، يعني أنه بلاستيك يعني أنه كيس بلاستيك لا يعني شيء؟ معك حق، بس كمان إذا فينا نتعلم شوي من شو نعمل بأوروبا. لما هالكيس الدكانجي يعطيك الغرضين ثلاثة بثلاثة كياس لأن أنت مش عم تدفع حقهم وهن مش مكلفينه شيء، أكيد رح يصير في ترف بصرف أكياس هالبلاستيك هيدي.
بينما إذا انفرض أنه كل كيس حقه 250 ليرة أو 25 فلس أو اللي هن يعني بس تحط عليه قيمة مادية، هالمستهلك باللاوعي تبعه بيصير يقول ليش بدي أدفع حقه، بحط كل غراضي بفرد كيس ساعتها. هيدي من إحدى الخطوات. بس كمان برجع بكرر وبقول أنه الحل الجذري بيكون بفرض ضريبة على التصنيع لخلق صناعات بديلة للتدوير. هيدي رح بتحد تقريبا من 70-80% من التلوث الناتج عن البلاستيك. طيب زياد ابقى معنا، سوف نذهب إلى استوديو الأخبار وموجز الأخبار مع مهران ونعود لمتابعة هذا الحوار معك. نعود إلى خبير البيئي السيد زياد أبيشاكر من بيروت. زياد، يعني كنا نتحدث معك عن خطر التلوث بالبلاستيك على البيئة بشكل عام، على المحيطات، على الحياة البرية والحياة البحرية. يعني وهناك تحذيرات جرير بأنه بحلول عام 2050 سوف يكون هناك تقريبا يعني 12 مليار طن من المخلفات البلاستيكية، رقم مخيف. يعني ما هو البديل عن البلاستيك؟ هذا اللي عم بيقولوه هن انه بال 2050 رح بيصير في بلاستيك بالمحيطات اكثر ما يكون في سمك. صحيح. اذا ضلت الامور ماشيه مثل ما هي ماشيه هلا. اوكي، لا بعتقد ما رح نوصل لهون، لانه عم نشهد كلنا هلا صحوه من الجميع انه بعدين ما تنسوا تقنيات التدوير عم تتطور كمان، وعم تخلق أصناف جديدة متكلة على البلاستيك المدور. واليوم صار في جزء كتير كبير من المستهلكين يلي عم بيحبز إعادة استعمال البلاستيك وإعادة تدوير البلاستيك، وعم بيشتري منتجات هي مدورة لأنها بتحافظ على البيئة. اليوم أنا ما بظن يعني رح نوصل لمرحلة إنه نكتشف كلنا قيمة هالبلاستيك يلي مكبوب ويتم جمعه. نقطة مهمة زياد، تشجيع المؤسسات لهذا النوع من المشاريع. أتمنى أن مرت في هذه التجربة، والجمعيات البيئية وحتى مؤسسات الدولة تعنى بالكثير من المشاريع، منها يعني مشاريع ومبادرات وصناعية وغير صناعية، ولكن التركيز قليل جدا على دعم من يفكر بإنشاء مصنع صغير لإعادة التدوير. وهناك أيضا بشكل أو بآخر قد يكون لازال حتى اليوم أستاذ زياد عائق تقليد، عائق اجتماعي لربما، من أنك أنت تعمل يعني في إعادة تدوير النفايات ولا يعلم أنه هو مشروع مربح، ولا لا أستاذ زياد؟ بلى أكيد. يعني اليوم ما تنسى كمان نحن بمنطقتنا العربية عندنا بطالة كتير عالية بالفئات الشبابية. اليوم هالعائق اللي هو منه مجتمعي ابدا، العائق هو سياسي تشريعي ومع نظره اقتصاديه. اليوم لازم نغير نظرتنا انه هالنفايات البلاستيكيه هي نفايات دونيه او نحن ما بنشتغل فيها، لانه هيدا الشيء نحن اكبر من انه نشتغل بالنفايات. بالعكس، اليوم يلي عم بي فكرة انك تفرض ضريبة لإعادة تدوير البلاستيك هي بالذات لخلق صناديق مادية تدعم انشاء هالمصانع الصغيرة على كافة الاراضي العربية وبكافة المناطق، لحتى يقدروا يجمعوا كل هالبلاستيك ويرجعوا يعملوا منها، فيهم يعملوا منها ألواح، فيهم يعملوا منها طاولات، فيهم يعملوا منها بنوكة. ما تنسوا البلاستيك بضاين 500 سنة. اليوم أنا بقدر كب هالكيس البلاستيك بالطريق أو بالشارع أو بالوادي ويقعد 500 سنة، أو بقدر حوله إلى بنك يكون على محطوط على الرصيف يلي ماشي وتعبان يقدر يقعد عليه وهالبنك يضاين 500 سنة. هيك بدنا نصير نفكر من هلأ ورايح. شكرا جزيلا لك من بيروت الخبير البيئي زياد أبي شاكر.